عملية اغتيال خاصة وسرية وخطيرة في نفس الوقت تجرأ الأوكرانيين على القيام بها تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذا الأسبوع. هذه التفاصيل نشرت اليوم من قبل صحيفة بيلد الألمانية التي ترونها بهذه الطريقة، وهي التي كشفت بأن المخابرات الأوكرانية كانت قد تحصلت على معلومة الأسبوع الماضي قادمة من الداخل الروسي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون يوم الأحد في 23 أبريل، أقصد هنا الأحد الماضي، بأنه سيكون متواجدا في زيارة مهمة لإحدى المناطق الصناعية الموجودة إلى شرق موسكو، ألا وهي رودنيفو. وطبعا الأوكرانيين هنا بدأوا يخططون لعملية فعل شيء، لعملية اغتياله، لذلك هم اختاروا طائرة مسيرة خاصة بهم تابعة للاتحاد السوفيتي طوروها، ألا وهي UJ-22. وهذا هذه الطائرة هي قادرة على الوصول وعلى قطع مسافات طويلة تصل إلى 800 كيلومترا، وطبعا 800 كيلومتر يعني بأنها تتعدى تماما موسكو وتتعدى الهدف الذي يبحثون عنه. وطبعا الهدف لكي يصلوا إليه هم بحاجة إلى 500 كيلومتر فقط للوصول إليه، وبالتالي لا زال لديهم ما يقارب 300 كيلومتر لكي يصطادوا الهدف الخاص بهم. وهذا يعني بأن الرينج والمدى الذي ستتحرك به الطائرة هو قاتل للغاية إذا ما اصطادت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبالتالي الأوكرانيين بدأوا يخططوا لفعل شيء هنا، وقاموا بعملية حشو ما يقارب 17 كيلوغراما من قنابل LTNT، طبعا من نوعية تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كندا، وبالتالي كانوا مستعدين للقيام بهذه العملية من قبل أسبوع منذ أن تسلموا هذا الخبر. وبعد ذلك فعلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاء إلى هذه المنطقة وحلقت هذه الطائرة المفخخة، وعملية استخبارية خطيرة وصلت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المنطقة التي كان يتواجد فيها، ولكن بعد ذلك تعدت المنطقة التي كان يتواجد فيها وسقطت في منطقة تبعد ما يقارب 20 كيلومترا من النقطة التي كان من المفترض أن تسقط فيها. وطبعا المنطقة هي فورفيسكوكو، هذا هو اسم المنطقة التي سقطت فيه هذه الطائرة، نقطة قريبة للغاية كانت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل حشو كبير وفي ظل تفخيخ كبير لهذه طبعا الطائرة. وبالتالي إذا ما حاولنا أن نقترب قليلا لكي نفهم المناطق التي كان يتواجد فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهذه الطائرة وهذه المعلومات الخطيرة التي نتحدث عنها، فإن المنطقة تقريبا تأتي بهذا الاتجاه التي كان يتواجد فيها الرئيس الروسي، والمنطقة التي سقطت فيها الطائرة أيضا تأتي بهذا الاتجاه تقريبا، مسافة بسيطة جدا كما تحدثنا 20 كيلومترا. وبالتالي هي محاولة اغتيال جريئة من قبل الأوكرانيين كما تحدث صحيفة بيلد الألمانية، ولكنها لم تحقق ما تريده. طبعا وكانت هنالك صور لهذه الطائرة، عندما نعود إلى 23 أبريل فإنك ستلاحظ أمام هذه الطائرة، هذه الطائرة التي حاولت أن تغتال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد يستغرب البعض إن الطائرة لم تنفجر رغم هذا TNT والتفخيخ الذي نتحدث عنه الآن، لم تنفجر، هي سقطت بهذا الشكل وبهذه الطريقة وكأنها لم تحقق شيئا. في حقيقة الأمر هنالك سبب ممكن للغاية لماذا سقطت هذه الطائرة على بعد 20 كيلومترا وفي نفس الوقت بأنها لم تنفجر وكأنها فقدت السيطرة رغم أنها لا زالت تمتلك 300 كيلومترا لكي تحلق بها تحت سيطرة أوكرانية كاملة. الأمر يعود إلى قضية واضحة جدا، ألا وهي GPS جامينج أو أجهزة التشويش التي تستخدمها روسيا طبعا من أجل التشويش على الطائرات المسيرة. هنا باللون الأحمر هو التشويش العالي، باللون الأصفر تشويش أقل أو متوسط، التشويش طبعا الأقل هو باللون الأخضر. ولاحظ عندما نتحدث عن موسكو، وهنا نحن نتحدث عن تاريخ 22 أبريل، أي قبل 24 ساعة من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنقترب من هذه المنطقة بنفس التاريخ، ستلاحظ بأن 22 أبريل بيوم واحد بعدها مباشرة في 23 أبريل ستلاحظ كيف ازدادت عملية التشويش هنا في جنوب موسكو والتي تأتي باتجاه أوكرانيا. وهذا أيضا يثبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يأتي إلى هذه المنطقة وكان يبحث عن الوصول إلى هذه المنطقة، وهذا يفسر بشكل واضح لماذا هذه الطائرة كانت حقيقة قد فقدت التوازن، لأنها دخلت في مرحلة تشويش كبيرة، كل هذه المناطق مشوشة حتى تصل إلى عمق موسكو.
موسكو، وعلى هذا الأساس واضح جدا هي فقدت السيطرة، فقد الاتصال بها وسقطت بالطريقة التي نتحدث عنها. ودليل على أن هذا الأمر وهذه الأنظمة التشويشية ازدادت بشكل كبير حول والتي توضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التشويش يأتي لحمايته أساسا، فإنك ستلاحظ بيوم واحد من 23 أي يوم 24 قل هذا التشويش، يوم 25 أصبح أقل بكثير، بالتالي هي مسألة أيضا لحماية حياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الكثير من الإجراءات تجري من أجل حمايته، وهذه تفسر لماذا الطائرة سقطت على مسافة 20 كيلومترا وأيضا لم تنفجر. في نفس الوقت أيضا فإن الزيارة هذه كانت مؤكدة ومثبتة من قبل أحد المراسلين الخاصين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي نشر في 23 من أبريل، وهي أيضا تثبت بأنه كان متواجدا في تلك المنطقة رغم النفي الروسي في هذه المسألة. ستلاحظ أنه في 23 من أبريل إذا ما اقتربنا كان قد نشر نشاطات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال الرئيس الروسي بأنه لديه ثلاث نشاطات في ذلك اليوم، نشرها تقريبا الظهر كما تلاحظون هنا. وإذا ما ذهبنا وترجمنا الجملة الأخيرة نوعا ما، إذا ما ركزنا عليها سنلاحظ أن النشاطات التي ذكرت هي مؤتمر عبر الهاتف أو اتصال مؤتمر عبر الهاتف مع أردوغان، مشاركة في مجلس المشرعين في سانت بيترسبرغ، وكذلك زيارة إحدى المناطق الصناعية في موسكو. النقطة الثالثة هي اللعبة الأساسية التي لعب عليها الأوكرانيين، وهي تثبت بأن الرجل كان موجودا في تلك المنطقة وقد تعرض إلى محاولة اغتيال أيضا في 25 من أبريل كما تلاحظون، أي بعد الحادث بثمانية وأربعين ساعة جاء الأوكرانيين ليتحدثوا بهذه الطريقة من هذه الصفحة Ukraine Frontlines، كانت قد تحدثت We are getting closer Putin، نحن نقترب منك يا بوتين، أصبحنا قريبين عليك. وكذلك نشر هذا الحساب الصورة الخاصة بالمنطقة التي كان يتواجد بها بوتين، والتي كان من المفترض لهذه الطائرة أن تصطاد الرئيس الروسي طبعا وترديه قتيلا بسبب هذه الضربة، لكانت الأمور تغيرت وكانت الأنباء خطيرة. طبعا الروس يغيرون القصة ويقولون بأن هذا لم يحدث، ولكن إثباتات كثيرة هي التي تثبت بأن الرجل كان موجودا في هذه المنطقة وكان قد تعرض إلى محاولة اغتيال خطيرة من قبل الأوكرانيين طبعا بشكل مباشر. أيضا أن هنالك أحداثا في نفس الوقت قد حدثت في 24 ساعة الماضية في الداخل الروسي، الأمر لا يأتي فقط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي توضح طبعا جرأة كبيرة من قبل الأوكرانيين للقيام بمثل هذه العملية، ولكن كانت هنالك انفجارات خطيرة في روستوف في داخل روسيا، وكذلك في جنوب سانت بيترسبرغ بالقرب من إحدى القواعد العسكرية الخاصة طبعا بالقوات الروسية، توضح بأنك أمام أكثر من حادث يحدث في هذه المنطقة، جرأة كبيرة من الأوكرانيين للقيام بهذه العمليات. بالنسبة لروستوف وسانت بيترسبرغ نشرت بهذه الطريقة وتحدثوا بأن قد سمعت انفجارات في تلك المنطقة، أيضا مواقع أخرى تداولها الأوكرانيين والروس حتى تحدثوا عن روستوف والانفجار الذي تحدثنا عنه، بل كانت هنالك لقطات مصورة لطبعا لحظات الانفجار، ليست مصورة بشكل مباشر ولكن أصوات الانفجارات تستطيع من سماعها، وإذا ما استمعت قليلا ستجد بأنك فعلا أمام سانت بيترسبرغ، هنا سانت بيترسبرغ مرة أخرى من زاوية أخرى كما طبعا قامت بتصويره الكاميرات، وهذا هو الانفجار الذي جاء على روستوف، ستجد كيف أن السيارات وكيف أن الانفجار كان كبيرا في تلك المنطقة، بالتالي ليس هنالك مزاحا من قبل الأوكرانيين في هذه المسألة، ويتطورون استخباريا كما هو واضح وأصبحوا خطرين على الداخل الروسي، وكل هذا يتزامن مع هجوم مرتقب من قبل الأوكرانيين. الكل يترقب ما الذي سيفعله الأوكرانيين، الهجوم طبعا المضاد الذي بدأت تأتي المعلومات عنه بأنه الشهر القادم وبداية الشهر القادم ستكون هي بداية هذا الهجوم. ف قائد القيادة الأمريكية في أوروبا وهو كريستوفر كافولي كان قد تحدث بشكل واضح بأن الآن الأوكرانيين تسلموا 98% من المعدات العسكرية والأسلحة والدبابات وغيرها التي يحتاجوها للقيام بالهجوم، لم يتبقى إلا القليل للأوكرانيين للقيام بالهجوم المضاد طبعا. وأيضا في نفس الوقت أكد نفس القائد بأن أوكرانيا في موقع جيد للقيام بالهجوم المضاد، بالتالي نحن أمام لحظات، أمام أيام قليلة وساعات قليلة لكي نرى هذا الهجوم المضاد وما الذي سينتج عنه وما الذي يحضره الأوكرانيين بالتعاون طبعا مع حلف الناتو. مارك كيمت
وهو مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، كان قد كتب يوم أمس عن هذه المسألة على الوول ستريت جورنال، وكان قد تحدث عن أهمية هذا الهجوم المضاد، وقال بأن نوعا ما من النصائح المهمة التي أرسلها للأوكرانيين بأنكم ما الذي يحتاجه الأوكرانيين في هذا الهجوم المضاد لعام 2023 وما الذي يجب أن يحققونه، كان واقعيا للغاية في عملية الطرح، وكان قد تحدث بشكل واضح بأن على الأوكرانيين أولا أن يواجهوا وأن ينتصروا على القوات الروسية، كذلك يجب أن يسيطروا على التضاريس الرئيسية في المناطق التي سيتقدمون إليها، وأيضا يجب أن يستمر الدعم للأوكرانيين بشكل مستمر لكي تستمر العملية والهجوم المضاد الذي سيقومون به بشكل فعال، وهو أكد بأنه لن يكون هجوما واحدا بل عدد من الهجمات، ووضع تفاصيل مهمة عن طبيعة طبعا هذا الهجوم، ووجد بأنها ستكون معركة شرسة وكبيرة وقد تكون هي الأكبر على الإطلاق منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير طبعا من العام الماضي، ولكن الآن المعركة الرئيسية والكبيرة والخطيرة والتي يأتي إليها التركيز هي معركة باخموت. في مدينة باخموت التطورات تأتي ضد الأوكرانيين بشكل خطير، وخاصة وأن الأمور وصلت إلى الربع الأخير من هذه المنطقة، معهد دراسات الحرب وكذلك مواقع مهمة أخرى مثل ديب ستيت أيضا الأوكراني كان قد وضح بأن هنالك الهجوم بالنسبة طبعا لقوات فاغنر، فإنها تقدمت بهذا الاتجاه في ضاحية سيليش، وبأنهم قد سيطروا على هذه المنطقة، وهي تعتبر عبارة عن معسكر طبعا أو نقطة عسكرية تركها الأوكرانيين وتحولت إلى منطقة للجراجات، وكذلك بأنهم قد وصلوا وتقدموا في هذه المنطقة بالنسبة لقوات فاغنر، ألا وهي تعتبر منطقة أو كلية التمريض التي بدأوا يتقربون إليها، وبالنسبة للأوكرانيين هم يتحصنون في هذه المنطقة تحديدا التي ترونها، وهي مربع المباني الحكومية الخاصة طبعا بأوكرانيا، لا زالوا متواجدين في هذه المنطقة، ولكن التقدم الأخير والخطير هو جاء من قبل قوات فاغنر باتجاه هذا الطريق، وهو طريق تشايكوفسكي، طبعا الطريق مهم للغاية، قطعته الآن القوات وقوات فاغنر وتمكنت من الوصول إلى هذا التقاطع الذي ترونه، وتمكنوا من عملية اختراقه نوعا ما، وبالتالي أصبحت هذه القوات والقوات المهمة الموجودة الأوكرانية تحت الضغط، لا زالت أمامهم فرص للدفاع في كلية التمريض، لا زالت بعض المباني تحت سيطرتهم، بعض من هذه المناطق لا زالت تحت سيطرتهم، وكذلك خورموفا هنا لا زالت تحت سيطرتهم، ولكن الروس يتقدمون، أصبحوا خطيرين في هذه المنطقة، والتقدم طبعا هنا هو الأخطر الذي يأتي في هذه المنطقة ولا وهي سيليش، لأن أي تقدم بهذا الاتجاه سيعني بأن ليس هنالك الكثير من الفرص للأوكرانيين إلا والانسحاب بهذا الاتجاه اتجاه تشازفيار قبل فوات الأوان. نحن أمام اللحظات الأخيرة في هذه المعركة، وطبعا باخموت الآن دمرت بالكامل بشكل خطير بهذا المقطع، عندما تشاهده ستلاحظ بأن الأمور صعبة، عندما تلاحظ المدينة مدمرة تماما بسبب هذه المعارك والضربات، وأحدى أسباب الدمار الذي يأتي هو ليس فقط أننا أمام معارك طبعا كبيرة، ولكن واضح بأن هنالك أسلحة تدمر هذه المدن، واحدة من أهم الأسلحة وأخطرها هو هذا السلاح ألا وهو 2S4 توليوبان أو توليوبان، هذا السلاح الذي يعتبر هو هاون روسي خطير، يعتبر واحد من أقوى أسلحة الهاون أو مدافع الهاون على مستوى العالم، إن لم يكن هو الأقوى على الإطلاق. طبعا بالنسبة لوزارة الدفاع الروسية كانت قد نشرت يوم أمس، كما تلاحظ يسترداي يوم أمس نشرت مقاطعا لهذه المدفعية، ويتحدث الجنود الروس هنا عن استخدامهم لهذا مدفع الهاون في باخموت بشكل مباشر، وكانت أساسا هنالك وكان هنالك تصويرا مهما لهذا المدفع، مدفع الهاون الذي تستخدمه القوات الروسية على باخموت، والذي طبعا هو الذي يغير ويسرع الكثير من العمليات، كما تلاحظ هذا هو المدفع الذي ترونه أمامكم، يقوم وتقوم القوات الروسية بنصبه في نقطة معينة، ويقولون بأنهم يستخدمونه من أجل ضرب القوات الأوكرانية الموجودة طبعا في باخموت. ودعونا الآن نذهب مباشرة إلى الشاشة الخاصة بنا لكي نحاول أن نجد هذه المدفعية أو مدفع الهاون تحديدا الذي نتحدث عنه، بالتالي إذا ما ألقينا نظرة هنا
على هذه اللقطة تحديدا، فأنت ستلاحظ واحدة من اللقطات التي نشرت، نحن أمام نوع من المرتفع من الكلة الترابية المميز في الطريق الذي تسير فيه هذه، طبعا هذا المدفع الهاون، وأيضا نحن أمام نوع من الصخر الأبيض الناصع بين كل هذه الألوان من الممكن أن يكون واضحا جدا في القمر الصناعي. أيضا صورة أخرى مهمة، ستلاحظ بأن هذا التل الترابي نوعا ما بنهايته يأتي بهذا الاتجاه من هذه اللقطة، وبعد هذا التل تأتي هذه الأشجار وهذه المنطقة المزروعة، وطبعا هذا هو الهاون الذي نتحدث عنه. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى لقطة أخرى موسعة لنفس المنطقة، ستلاحظ بأننا أمام هذا الطريق، التل الذي تحدثنا عنه يأتي إلى اليمين، ونحن أمام عدد من التوزيع للأشجار الذي يأتي مميزا وسيكون مفيدا بالنسبة لنا. شجرة هنا، ثلاثة أشجار هنا، 1 2 3، وهذه شجرة متقدمة نوعا ما، وهنا صخر أبيض مميز، وهنا صخر أبيض مميز آخر. بالتالي نحن أمام هذه التشكيل من الأشجار، وهي التي توضح بهذا الاتجاه، مدفع الهاون موجود هنا بهذا الطريق، ويجب أن لا ننسى التل الذي تحدثنا عنه. بالتالي إذا ما بحثنا في باخموت وتحاولنا أن نتخيل أنفسنا بأننا نحن قوات فاغنر، نحن القوات الروسية، من أين من ممكن أن نستخدم هذا المدفع ومدفع الهاون المهم للغاية الذي تصل مدياته تقريبا إلى 420 كيلو مترا، هو يستطيع تغطية هذه المنطقة بأكملها. يجب أن نكون في منطقة خلفية مؤمنة للحفاظ على هذا الهاون بكل تأكيد، وبالتالي المناطق الخلفية من باخموت هي الأهم، وخاصة نحن نتحدث عن طريق هنا. وبالتالي إذا ما أخذنا من وجهة نظر القوات الروسية أو قوات باخموت وتوقفنا بهذا الاتجاه، طبعا سنلاحظ بأننا واحدة من الطرق الموجودة هو هذا الطريق الطويل الذي ترونه الكبير الذي يبدو رئيسيا. طبعا ليست هنالك كثير من المباني يمينا وشمالا، هنالك نقاط خضراء ومناطق خضراء موجودة، وأيضا في نفس الوقت إن المدفع كان يضرب باتجاه مميز، كان يضرب بالشمال تقريبا أو الشمال الغربي بالنسبة له عندما ينظر إلى الموقع، وبالتالي هذا يرشح أن يكون المدفع في نقطة معينة هنا، وبأنه يقصف هذه المناطق التي تتواجد فيها طبعا القوات الأوكرانية. وعلى هذا الأساس إذا ما سرنا في هذا الطريق بهذا الاتجاه نبحث عن تل ترابي مثل التل الذي تحدثنا عنه وتأتي بعده منطقة خضراء، فإنك ستلاحظ بالتقدم بسيط قليلا من هذه المنطقة ستجد بأنك أمام هذا التل الذي تراه أمامك، وهو نوعا ما يبدو متشابها. لنتجه إلى الشمال قليلا ونحاول أن نقترب من هذه النقطة لكي نحاول أن نحدد فعلا هل إن هذا المدفع في باخموت أو لا. عندما تتجه إلى الشمال قليلا فأنت أمام نوعا ما وكأننا أمام نفس الصورة التي تحدثنا عنها، هذا هو التل وهذه هي الصخور البيضاء التي تحدثنا عنها، وهذا هو الطريق، نحن أمام تأكيد أول. إذا دعونا نذهب ونحاول أن نعرف النقطة الأخرى، ألا وهي نقطة الأشجار التي تحدثنا عنها، شجرة وشجرتين وثلاثة. بالنظر هنا في هذه المنطقة والاقتراب من هذه النقطة تحديدا، فنحن سنشاهد وسنرى أنفسنا أمام نقاط مهمة. النقاط المهمة التي تحدثنا عنها طبعا الثلاثة أشجار، هذه هي الثلاثة أشجار التي تحدثنا عنها، 1 2 3، وهذه هي طبعا الشجرة الأخيرة موجودة هنا، وكذلك الشجرة المنفصلة هنا بهذا الاتجاه، وهذه هي الصخور البيضاء التي تحدثنا عنها، وهذه الصخور الأخرى، وحتى الطريق يأتي متطابقا، وبالتالي نحن أمام نفس العلامات تماما من التي نتحدث عنها، كل شيء متطابق هنا. عندما تتوقف هنا بهذا الاتجاه والأشجار التي تحدثنا عنها طبعا هي هنا في هذه المنطقة، دعونا نأخذ اللون الأزرق مرة أخرى، فنحن أمام نفس العلامات تماما من ما تحدثنا عنه، كل شيء متطابق، وهذا يعني أن المدفع الهاون هنا مع هذه العلامات التي أشرنا لها، وبالتالي كل شيء متطابق، وهذا يوضح أن مدفع الهاون يقصف بهذا الاتجاه على مدينة باخموت، وكل شيء أصبح مؤكدا طبعا، وهو ببساطة يعني بأن الدمار الذي نراه هو منطقي تماما باستخدام هذا النوع من المدفعية الذي يغير الكثير من المعركة، والذي سيعني في نهاية المطاف بالنسبة للقوات الأوكرانية بأنها مضطرة الآن أن تتخذ قرارا في الانسحاب إلى تشازفيار وتشكيل خط دفاعي أكبر قبل فوات الأوان، والمنطقة فعلا أصبحت خطرة للغاية على الأوكرانيين. ودائما السؤال الذي يطرح هنا، ما مدى جرأة الأوكرانيين في هذه المعركة؟ ماذا بعد باخموت؟ ماذا عن الهجوم المضاد؟